السلام عليكم، معكم أفرح الجغداني. أنا مؤثرة على السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، بالخصوص تطبيقي انستغرام وسناب شات. بديت المسيرة ديالي أكثر من 2 عام دابا الحمد لله. اللي المشوار كان زوين، تميز بزاف ديال التكريمات، حتى لدابا 5 ديال التكريمات، وعاد خديت لقب أحسن مؤثرة في جهة سوس ماسة. الحمد لله، هادشي اللي كيبين بزاف ديال المجهود، كيبين بزاف ديال ليفور. خدمت مع ماركات ناسيونال وانترناسيونال، وحتى في التكريمات ديالو كانوا من دي فيستيفال ناسيونال وانترناسيونال، وانا وجه اعلاني ديال بزاف ديال الماركات. صراحة الشهرة السريعة البوز اي واحد يقدر يديرو حاليا، لانه فيديو صغير يقدر يشهرك ويخليك توصل بزاف، ولكن اشنو من موراه؟ شنو انت كطمح من موراه؟ داك البوز اللي درتي شنو غيستافدو منه الناس؟ كيعجبني بزاف يكون محتوى زوين، محتوى نقي، يبين المرأة المغربية بصورة جميلة وزوينة، يبين المغرب وثقافة المغرب. فانا كنقول ديما ان صناع المحتوى بالمغرب تبارك الله راه عندنا ناس معروفين ومشهورين، واللي انا فان ديالهم وكنتابعهم. بيان سور كاين دي يوتيوبرز ودي بلوغرز اللي ما شاء الله عليهم مزيانين. الروتين اليومي وداكشي ما كنهضروش عليه، ديما كنقول انا ضد الفكره. في نفس الوقت المحتوى في المغرب راه ما شاء الله غادي كيتطور بشكل جميل وزوين، والتاثير الواحد الا بغى يدخل هذا المجال خاصو يكون حتى انتيليكتويلمون عقلو عامر، يكون مستوى الدراسي ديالو يعرف شنو يعطي للناس، يقدم المغرب بصوره جميله. لانه حنا كنخرجوا على برا، كان فاش كتخرج على برا ما كتبقاش بلوغوز ديال مدينتك، كتولي تقدم كتمثل المغرب كله. دونك حتى بثقافتك بهضرتك بلغاتك خاص على العقل يكون عامر اكثر من الجمال صراحه. اكيد لقيت عراقيل. انا الصراحه جدي ما قلتها غير اخر مره، كنت وقعت لي واحد الحاجه طريفه. كنت مشيت لكازا وكانوا عندنا شي 2 عام دابا، كان واحد ليفينمون تماك وكنا كنهضروا وكنت عارفه، وقلت لهم انا بلوغوز من اكادير. فاش قلتها لهم الناس كيقولوا لي واش كاينين دي بلوغوز في اكادير، واش ما شاء الله عندنا دي يوتيوبرز هنا معروفين وبزاف. دونك من بين الحوايج انه الناس اكادير ما كانش معطيهم الفرصه، لانه في اكادير وقتها ما كانوش لي زيفينمون. بصح انه حاليا كنشوفوا دي زيفينمون اللي كنقول الناس تبارك الله عليهم، دي زيفينمون بيان اورغانيزي، ولكن من قبل هذا الشيء ما كانش. دابا عاد ولا كنقول لهم شكرا، كنبغيكم وكنحماق عليكم. بفضلكم انا كل نهار يتكدد نجاحاتي، وان شاء الله نبقى عند حسن الظن ديالكم ومن الاحسن لاحسن ان شاء الله.